هذا الصدد اسمحوا لي أن أضع النقطة على الحروف. أولاً، شعبنا وإن كان متجانساً تعددي ككل الشعوب، وتعدديته هذه جزء من ثرائه، وهي طبيعة قارة فيه ولا مجال لإنكارها أو محاولة قمعها بأي صنف من أصناف العنف. لذلك أقول علينا قبول الآخر، أكان حدثياً أو إسلامياً أو سلفياً دون شيطنته أو اعتباره حدثاً طارئاً يمكن التخلص منه أو محاولة إبقائه في وضعية دونية. فلكل تونسيين تحت راية العلم الواحد نفس الحقوق والواجبات، ومن ثم لا أفهم أن يمارس أي نوع من التمييز على مواطنين ومواطنات بسبب طريقة ممارستهم لدينهم أو ألبستهم، ولا أفهم ولا أقبل أن تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية وأن نرتهن حسن سير هذه الامتحانات بعناد مقابل عناد وتصلب مقابل تصلب وتعصب مقابل تصلب. ثانياً، إن الدولة تعترف بحق الضمير واللباس للجميع وبحق كل التونسيين حتى الذين يصنفون أنفسهم كسلفيين في أحزاب سياسية تنشط في العلن وفي إطار القانون، لكن في المقابل على الجماعات السلفية أن